السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله بنبدأ في بداية الوحدة التانية، اول درس عندنا الاعداد الزوجية والاعداد الفردية. ولكن قبل ما نبدأ في درسنا النهاردة هنتكلم عن القيمة الشهرية، تتكلم عن المشاركة، والقيمة الاسبوعية عندنا عن الامانة. هنتفرج على الفيديو مع بعض. واو، إنها حقا ساعات ثمينة. لقد وافق أبي أن يعيرني إياها بعد محاولات كثيرة لإقناعه. جميلة، يجب أن تحافظ عليها، فهي الآن أمانة في يدك، وأنا واثق بأنك ستحافظ عليها بإذن الله. بالتأكيد سوف أحافظ عليها. نلعب. شاهدت عامل النظافة راضي يحوم حول الملعب بشكل غريب. أعتقد أنه كان ينتظر انشغالنا ليسرق الساعة. إن كان هو من فعلها فسوف يكون حسابه عسيرا. سأذهب لأبلغ عنه الإدارة. انتظر يا بدر، لا تتعجل في حكمك، أبلغهم فقط أنك فقدت ساعتك. هيا يا أبنائي، لقد انتهى اليوم الدراسي. أنكم تريدون البقاء في المدرسة حتى الغد. لقد فقد بدر ساعة والده أثناء حصة الرياضة. هذا هو العامل الذي قام بسرقتها. أستاذ، قم بتفتيشه. ما هي مواصفات الساعة يا بدر؟ إنها فضية اللون وبها عقارب ذهبية. هذه هي إذن؟ نعم، إنها هي. لقد وجدها راضي على الأرض، وجاء لي فورا لأبحث عن صاحبها، ضاربا أروع الأمثلة بالأمانة. ها، هذا ما توقعته، لأجل ذلك قلت لا تتعجل يا بدر في حكمك على الآخرين. حسنا يا بدر، أعتقد أنك تعرف جيدا ما يجب عليك أن تفعله الآن. شكرا لك على أمانتك، وأعتذر لك عن سوء ظني بك. أحسنت يا فواز، كما عهدتك دائما. وأنا أيضا أريد الاعتذار، لأنني من اتهمتك في البداية. وستكرم إدارة المدرسة راضي غدا على حسن عمله وأمانته. طيب، احنا بقى النهاردة عندنا بنتكلم عن الوحدة التانية. بتتكلم عن ايه؟ التعامل مع المجموعات المتساوية. طيب، انا عندي اول درس في الوحدة التانية بيتكلم عن ايه؟ الأعداد الزوجية والفردية. طيب، يعني إيه أعداد زوجية ويعني إيه أعداد فردية؟ أنا عندي الأعداد الزوجية هي الأعداد التي يمكن قسمتها إلى مجموعتان متساويتين. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا لو جيت مسكت رقم 8، أنا همسك رقم 8، انا عندي هنا كام؟ هرسم 8 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7 8. انا رسمت كام دائرة؟ رسمت 8 دوائر، مظبوط؟ مظبوط. طب هل الثمان دوائر انا ممكن اقسمهم لمجموعتين متساويتين؟ تعالوا نجرب كده. تعالوا نعد كده، 1 2 3 4،
واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب أربعة زائد أربعة كام؟ مش بتساوي تمانية؟ بتساوي تمانية. يبقى أنا كده بدم قدرت إن أنا أقسم العدد تمانية إلى مجموعتين متساويتين، يبقى ده كده عندي إيه؟ العدد تمانية هو عدد زوجي. لو أنا مثلا عايزة أقسم العدد العدد تسعة، تعالوا كده نجرب نقسم العدد تسعة لمجموعتين متساويتين وهنشوف هل هو هيقبل ان هو يتقسم على مجموعتين متساويتين ولا لا. كده مظبوط. تعالوا كده نعد الاعداد، واحد اتنين تلاتة اربعة، هنا عندي اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهنا عندي خمسة. طب أربعة زائد خمسة مش تسعة؟ أيوة بالظبط تسعة. ولكن هما دلوقتي مجموعتين متساويتين ولا مجموعتين غير متساويتين؟ لا، دول مجموعتين غير متساويتين. أنا عندي هنا أربعة وعندي هنا خمسة، يعني في واحدة أقل من واحدة بواحدة. يعني أنا عندي هنا الأربعة أقل من الخمسة بكام؟ أقل من الخمسة بواحدة. يبقى أنا كده عندي إيه؟ لا، ده أنا كده عندي مش مجموعتين متساويتين. يبقى أنا عندي الرقم تسعة ده عدد إيه؟ فردي. يبقى احنا اتفقنا اذا انا قدرت ان انا اقسم العدد لمجموعتين متساويتين يبقى انا عندي ده عدد زوجي. طب لو جيت اقسم العدد ومطلعليش مجموعتين متساويتين يبقى انا عندي ده عدد ايه؟ فردي. تعالوا نمسكهم كده بالدور ونشوف. اول حاجة رقم واحد اقدر اقسمه على المجموعتين ولا هو هيكون بس في مجموعة واحدة؟ لا، ده بس هيكون في مجموعة واحدة. يبقى العدد واحد ده عدد ايه؟ فردي. طيب احنا هنا قسمناها بالنص، هنشوف ايه هي الاعداد الزوجية ونحطها والاعداد الفردية ونحطها. اتفقنا ان اول حاجة العدد واحد ده عدد فردي. طب العدد اتنين مش اقدر اقسمه على مجموعتين، ممكن احط هنا دائرة وممكن احط هنا دائرة. ايوة، يبقى انا بدم قدرت اقسمه على مجموعتين يبقى هو عدد ايه؟ ممتاز، عدد زوجي. طب رقم تلاتة عدد زوجي ولا عدد فردي؟ فكروا انتوا فيها، هقدر اقسمها على مجموعتين ولا لا؟ مش هقدر اقسمها. طب مادام انا مش هقدر اقسمها تبقى دي عدد زوجي ولا عدد فردي؟ ممتازين، عدد فردي. طب رقم أربعة اقدر اقسمها على مجموعتين ولا مش هقدر اقسمها على مجموعتين؟ فكروا فيها كده، ممتاز، هنقدر نقسمها على مجموعتين متساويتين. طب هيبقى ايه هي المجموعتين المتساويتين؟ اتنين واتنين. يبقى اذا مادام انا قدرت ان انا اقسمها على مجموعتين متساويتين يبقى ده عدد فردي ولا عدد زوجي؟ ممتازين، عدد زوجي. طب رقم خمسة هقدر اقسمها على مجموعتين ولا مش هقدر اقسمها على مجموعتين؟ انتوا جاوبوها، ممتازين، مش هنقدر نقسمها على مجموعتين فبالتالي هتبقى عدد فردي. طب رقم ستة هقدر اقسمها على مجموعتين ولا مش هقدر اقسمها على مجموعتين؟ ممتاز، هنقدر نقسمها على مجموعتين، تلاتة وتلاتة. يبقى أنا عندي هنا برضو الستة ده عدد زوجي. طب السبعة عدد زوجي ولا عدد فردي؟ هقسمها على مجموعتين ولا مش هقسمها على مجموعتين؟ ممتاز، مش هعرف أقسمها على مجموعتين. طب التمانية، التمانية احنا قلنا إن هي زوجي عشان احنا قدرنا إن احنا نقسمها على مجموعتين، والتسعة اتفقنا إن هي فردي عشان أنا إيه ما قدرتش أقسمها. طب رقم عشرة أنتوا قولوها بقى، هقدر أقسمها ولا مش هقدر أقسمها؟ ممتازين، هنقدر نقسمها تبقى خمسة وخمسة فبالتالي تبقى ايه؟ عدد زوجي. انتوا فكروا بقى في الصف التاني رقم 11 لحد رقم 20، فكروا فيها. مين طلعهم كده؟ ممتاز، يبقى انا عندي الاعداد الزوجية 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. الاعداد الزوجية 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ممتاز. نيجي بقى لاول حاجة خالص، ازاي انا اعرف إذا كان هو العدد عندي عدد زوجي
ولا عدد فردي؟ احنا اتفقنا ان احنا ممكن نبدأ نقسم. طب انا ممكن بدل ما اقسم انا برضو ممكن ارسم، او ممكن استعمل المكعبات. يعني انا مثلا عندي دلوقتي العدد 8 والعدد 9، تعالوا نجرب نعملهم بالمكعبات ونشوف. اول حاجة خالص هنمسك العدد 8. انا عندي هنا العدد 8 دي مكعباته، هبدأ اقسم المكعبات عندي وهشوف هل هما هيتقسموا المجموعتين متساويتين ولا مش هيتقسموا المجموعتين متساويتين. تعالوا نبدأ نشوف كده، 1 2 3 4، 1 2 3 4، لا دول مجموعتين متساويتين، يبقى انا اتفقت ان رقم 8 ده هيكون ايه؟ عدد زوجي. ممتاز. طيب رقم 9، انا لو جيت دلوقتي اقسمه على مجموعتين متساويتين، هل هينفع اقسمه على مجموعتين متساويتين ولا مش هينفع اقسمه على مجموعتين متساويتين؟ تعالوا نشوف كده، 1 2 3 4 5. طب انا عندي هنا 5، 1 2 3 4، طلع لي هنا 4، يعني مجموعتين غير متساويتين. يبقى هيكون عدد زوجي ولا عدد فردي؟ لا هيكون عدد فردي. طب انا مثلا ده انا بعمله على اعداد صغيرة، مثلا من 1 للـ10. طب لو انا مثلا جالي رقم 100 او جالي رقم 95، تعالوا مثلا نشوف العدد 95. هل انا هقعد ارسم 95 شكل او هعمل 95 مكعب؟ لا طبعا، انا لو عملت كده يبقى انا كده ايه؟ وقتي كله ضاع ومش هعرف احل حاجة. يبقى انا ممكن اعمل بطريقة سهلة جدا، فين رقم الاحاد عندي؟ عندي رقم الاحاد 5، صح؟ طيب اشوف 5 دي عدد زوجي ولا عدد فردي. 5 مش هقدر اقسمها على مجموعتين متساويتين، يبقى اذا 5 عندي دي عدد ايه؟ دي عدد فردي. يبقى عندي رقم 95 ده عدد فردي. طب لو جيت مثلا مسكت رقم 534، هقعد اقسم 534 شكل ولا هعمل ايه؟ لا احنا اتفقنا ان احنا هنبص على عدد الاحاد. طب فين عندي رقم الاحاد؟ عندي هنا الاحاد، مش هبص ولا على العشرات ولا على المئات ولا هبص على اي رقم، انا فقط هبص عندي على رقم الاحاد، فقط رقم الاحاد. حتى لو عندي رقم العشرات فردي انا مش هحكم عليه خالص، انا بس هحكم على عدد الايه؟ الاحاد. طيب انا عندي الاربعه، ده عدد زوجي ولا عدد فردي؟ انا عارفه ان انا عندي الاربعه اقدر اقسمها على مجموعتين متساويتين، يبقى اذا انا عندي الاربعه دي ايه؟ عدد فردي، عدد زوجي. انا اسفة، يبقى انا عندي الاربعة دي عدد ايه؟ عدد زوجي. يبقى اذا انا عندي 534 دي عدد ايه؟ زوجي. طب ما انا عندي التلاتة عدد فردي وعندي الخمسة كمان عدد فردي، بس لا احنا بنبص على فقط عدد الاحاد، ماليش دعوة باي اعداد تانية، انا دول كده هشطب عليهم وبس، هبص على مين؟ فقط على الاحاد. لو الاحاد زوجي يبقى العدد كله زوجي، لو الاحاد فردي يبقى العدد كله فردي. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب نيجي هنا على رقم 1، بيقول لي الرقم 14، هل هو عدد زوجي ام عدد فردي؟ وعايزين نجرب بالجمع ونشوف هل هو هيكون زوجي ولا فردي. طيب ال 14 احنا قلنا ان ال 14 انا هنقسمها على مجموعتين وهنشوف المجموعتين هيكونوا مجموعتين متساويتين ولا مجموعتين غير متساويتين. طيب احنا عملناها بالمكعبات، نشوف كده، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. ايه ده؟ ده انا طلع لي مجموعتين متساويتين، يبقى هو عدد ايه؟ عدد زوجي. عرفت منين؟ قلت 7 زائد 7 هتساوي كام؟ 14. ممتاز. طب رقم 2، رقم 19، فهنقسمها برضو بالمكعبات وهنشوف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، طلع لي اول حاجة 10. طيب تاني حاجة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، طلعت لي 9.
طب ايه ده؟ ده انا عندي مجموعتين مش متساويتين، عندي واحدة 10 وواحدة 9، بس انا عارفة ان 10 زائد 9 هتساوي 19، يبقى انا اذا عندي ده عدد ايه؟ لا ده مش عدد زوجي، ده عدد فردي، عشان انا لما جيت قسمت طلع لي ايه؟ طلع لي مجموعتين غير متساويتين. ممتاز. طيب انا دلوقتي لو عايزة احل رقم 20، انتوا فكروا بقى في رقم 20 ويلا حلوها. مين طلعها؟ زوجي. ممتاز، طلعتها زوجي عشان انا قسمت ولقيت ان انا طلع لي مجموعتين متساويتين، 10 زائد 10 هتساوي كام؟ هتساوي 20. طيب رقم 4، رقم 13، هل عندي انا رقم 13 ده عدد زوجي ولا عدد فردي؟ انا هحلها معاكم، بس انتوا هتحلوا رقم 5 ورقم 6. طيب رقم 13 انا لو جيت قسمت 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6، ده طلع لي كام؟ 7 زائد 6، 7 زائد 6 بتساوي كام؟ 13. طيب هل انا 7 زائد 6 زائد 6 دي دولت مجموعتين متساويتين؟ لا، دول مجموعتين غير متساويتين، يبقى ده اذا عندي ايه؟ عدد فردي. رقم 5، عندي العدد 16، انتوا هتحلوها، قسموها وشوفوا هل هو هيكون عدد زوجي ولا عدد فردي. عدد زوجي، برافو علينا، عشان احنا لما جينا قسمناها لانها انها طلعت ايه؟ مجموعتين متساويتين. طب مين طلع 17 عدد فردي؟ برافو، عشان احنا برضو لما جينا قسمناها لانها انها تطلع في ايه؟ مجموعتين غير متساويتين. طيب رقم 10، انا اقدر اقسمه على 5 زائد 5. طب 5 و5 مش دي اعداد مجموعتين متساويتين؟ ايوه دول مجموعتين متساويتين، يبقى ده عدد عندي عدد ايه؟ عدد زوجي. طب رقم 5 انا ممكن اقسمه على كام وكام؟ 3 زائد 2. طب دول مجموعتين متساويتين؟ لا دول مجموعتين مش متساويتين، يبقى ده عدد ايه؟ عدد فردي. طيب هنا بقى عندي سؤال بيقول لي ايه؟ ملأت اسراء سلتين بتسع ثمرات. ملأت اسراء سلتين بتسع ثمرات توت، في كل منهما اعطت كلتا السلتين الى الهام. يعني هي كان عندها سلتين، حطت في كل سلة تسع ثمرات توت، هل لدى الهام عددا زوجيا ام عددا فرديا من التوت؟ طيب هي دلوقتي كان عندها ايه؟ سلتين، والسلتين فيهم 9، يعني السلة الاولى فيها 9 والسلة التانية فيها 9، السلة الأولى فيها 9 والسلة التانية فيها 9. طب دول مجموعتين متساويتين ولا مجموعتين مش متساويتين؟ لا دول مجموعتين متساويتين، يبقى ده عدد عندي ايه؟ عدد زوجي، صح كده؟ طيب ومجموعهم كام؟ مجموعهم 18. طيب سؤال رقم 11، وضع عبد الرحمن 4 كرات زجاجية في صندوق واحد، ووضع 3 كرات زجاجية في صندوق آخر، هل يمتلك عبد الرحمن عددا زوجيا أم فرديا من الكرات الزجاجية؟ طيب كمان مرة، بيقول لي أنه عبد الرحمن كان معاه 4 كرات زجاجية في صندوق، يبقى في صندوق كان فيه كام؟ 4، ووضع 3 كرات زجاجية في صندوق آخر، يبقى هو كان كام؟ أول حاجة كان معاه 4 حطهم في صندوق، وبعد كده كان معاه 3 حطهم في صندوق تاني. طب دول مجموعتين متساويتين، الأربعة والتلاتة دولت مجموعتين متساويتين؟ لا دول مجموعتين مش متساويتين، يبقى ده أنا عندي عدد إيه؟ عندي عدد فردي. طب مجموعهم كام؟ مجموعهم 7. ممتاز، كده احنا خلصنا درسنا الحمد لله. اشوفكم في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.